السلام عليكم ورحمة الله. الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية هي إمبراطورية إسلامية أسسها عثمان الأول ابن أرطغرل، واستمرت لما يقرب من 600 سنة، وهي تعتبر من أطول الدول الإسلامية حكماً في التاريخ. بدأت من 27 يوليو سنة 1299 ميلادية وحتى 29 أكتوبر سنة 1923 ميلادية. نشأت الدولة العثمانية في البداية كإمارة حدود تركمانية تعمل في خدمة سلطنة سلاجقة الروم وترد الغارات البيزنطية عن ديار الإسلام، وبعد سقوط السلطنة دي استقلت الإمارات التركمانية التابعة لها بما فيها الإمارة العثمانية، ليمتد نفوذ الدولة العثمانية لأوروبا وآسيا وأفريقيا. وظهرت الدولة سنة 699 هجرية، لكنها لم تتسلم الخلافة إلا في سنة 923 هجرية، فتحولت من مجرد دولة إسلامية إلى مقر للخلافة الإسلامية. ورغم أنها لم تشمل كل المناطق الإسلامية إلا أنها ضمت أكثرها، وكانت محط لأنظار المسلمين في المناطق الخارجة عن نطاقها، وده لأنها كانت مقر للخلافة ولأن حاكمها خليفة المسلمين واللي كونها من الدول العظمى في العالم في الوقت ده. وصل عدد الولايات العثمانية ل 29 ولاية، وكان للدولة سيادة اسمية على عدد من الدول والإمارات المجاورة في أوروبا، واللي أضحى بعضها يشكل جزءا فعليا من الدولة مع مرور الزمن، وحصل بعضها الآخر على الاستقلال أو نوع من أنواع الاستقلال الذاتي. أضحت الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان الأول اللي هو سليمان القانوني قوة عظمى من الناحية السياسية والعسكرية، وأصبحت عاصمتها القسطنطينية اللي هي اسطنبول، تلعب دور حلقة الوصل بين العالمين الأوروبي المسيحي والشرقي الإسلامي، كما كان لها سيطرة مطلقة على البحار زي البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود والعربي، بالإضافة للمحيط الهندي. في الحديث عن تاريخ الدولة العثمانية لابد من معرفة وضع الاقتصاد فيها، لأن العثمانيين اهتموا بعواصم دولتهم، فجعلوا من بورصة وأدرنا والقسطنطينية أهم مراكز تجارية وصناعية واقتصادية في أوروبا وكمان الشرق الأوسط والعالم. واستقطبت الدولة التجار المهرة والحرفيين والصناع من أوروبا والعالم العربي إلى عواصمها، قدمت لهم كافة التسهيلات، فساهموا بنهضة الدولة العلمية والاقتصادية، وقام العثمانيون بتنظيم اقتصاد ومالية دولتهم، فكان نظامهم المالي أفضل نظام عرفته الدول الإسلامية، وفاق أنظمة الإمبراطوريات والممالك التي كانت في عصره. وتميز قانون الدولة بإنشائه وزارة خاصة بأمور الإنفاق والمال والإدانة والاستدانة، وده ساهم بدوره في تصاعد القوة العسكرية، لأنهم استطاعوا بفضل هذه السياسة المالية الإنفاق على جيوشهم وما يلزمها من أسلحة ومعدات. كانت الدولة تصك عملتها التي سميت في البداية غروش أو القروش من معدن البرونز والنحاس، وبعد كده أصبحت عملة الدولة الليرة اللي وضع عليها اسم السلطان الذي صدرت في عهده، وانتشرت أيضا الليرة المجيدية والرشادية، وكانت الليرة العثمانية تساوي تقريبا 162 قرش. وصنعت الليرة من معدن الذهب، ثم تحولت إلى ليرة ورقية في أيام الحرب العالمية الأولى، وبقيت الدولة العثمانية تعد الليرة الورقية مساوية للليرة الذهبية بالقيمة، فانهارت الليرة العثمانية وهبطت قيمتها مقارنة بالنقد الفضي والذهبي، وتراجع اقتصاد الدولة مع بداية الحرب العالمية الأولى. كانت الثقافة العثمانية عبارة عن مزيج من ثقافات كثيرة، وظهر أثر الثقافة العربية والفارسية والبيزنطية والأوروبية، وقد اهتمت الدولة العثمانية بتدريس العلوم الدينية والعلوم المختلفة، فأنشأت جامعة تدرس علوم الطب في بورصة، وأقامت الدولة في القرن الخامس عشر المجمع الطبي العديد من الكليات التي يدرس فيها علوم الاجتماع والرياضيات وعلوم الفضاء والطب والدين والحقوق والأداب. وأقامت الدولة أيضا جامعة خارج الحدود التركية في أواخر العهد العثماني زي الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة القاهرة. وأقامت الدولة العثمانية العديد من المعاهد الفنية والمدارس المتوسطة والعليا، ومنها مدرسة الحقوق ومدرسة الهندسة المدنية ومدرسة التجارة والشرطة والجمارك ومدرسة الطب البيطري، وكذلك مدرسة اسطنبول الكبرى التي أصبحت فيما بعد جامعة اسطنبول. كمان اهتم السلاطين العثمانيون بالموسيقى، وتميزت الموسيقى العثمانية بأنها خليط بين الموسيقى العربية والموسيقى الفارسية والبيزنطية. وفي الفن المعماري أقام العثمانيون شبكة جسور وطرق في كل أقاليم دولتهم، وبنيت المستشفيات والخانات والحمامات والمكتبات العامة والقصور والمتاحف والمساجد، ومنها مسجد
المسجد محمد الفاتح في اسطنبول. وأقامت الدولة العثمانية مدارس للطوائف الدينية غير الإسلامية أو البعثات التبشيرية. وبالنسبة للدين الإسلامي فاعتنقوا غالبية السكان في آسيا وفي أفريقيا وكمان قسم من البلقان. كانت بداية سقوط الخلافة العثمانية بضعف تدريجي نال من مفاصل الدولة من الداخل منذ القرن 17 بعد انغماس السلاطين العثمانيين في الملذات والطرف، على عكس ما اعتاد عليه سلاطين الدولة العثمانية في بداية عصرها أمثال محمد الفاتح من حياة زهد وورع. وتراجعت مع نزاعات الطرف الفتوحات الإسلامية المختلفة، وده اللي خلى أعدائها يطمعوا فيها. فانتزع الروس والصرب بعض المناطق والمواقع المهمة، وده اللي خلى وتيرة المعارك على النفوس ترتفع في القرن 18 بين الدولة العثمانية من جانب والروس والنمسا في الجانب الآخر. ولم يتمكن الروس من الانتصار على المسلمين إلا بعد إشعال نار فتنة داخلية بفتيل المسيحيين في الداخل، وده اللي خلى الدولة العثمانية تنشغل في الحروب الداخلية. وده كان في الوقت اللي كانت في أوروبا بتتقدم علميا وتكنولوجيا وعسكريا بشكل لافت، وهو ما دفع العثمانيين للاستعانة بالخبرات الغربية الأوروبية اللي دخلت بلاد المسلمين يرافقها الفكر الغربي العلماني الذي بدأ أول دخول له في العالم الإسلامي. لكن انهيار الدولة العثمانية العسكري تجلى بشكل واضح جدا بعد الحرب العالمية الأولى التي شاركت فيها حليفة لألمانيا والنمسا اللي انهزموا. وانتهت الحرب بنتائج وخيمة على الدولة العثمانية، ودخلت جيوش الحلفاء الأسبان وسيطروا عليها وعلى مضيقي البوسفور والدردنيل. وكمان احتلت اليونان الأقسام الغربية من الدولة، وده اللي خلى الأوروبيين يتمكنوا من تشكيل خلايا نائمة عبر الأقلية المسيحية في داخل الدولة العثمانية، ونشطت الخلايا دي بوضع الخطط والمؤامرات والاغتيالات داخل القصور. وكمان لعبت المؤامرات الخارجية دور حاسم في سقوط الخلافة العثمانية، وكانت الماسونية حجر الأساس في هذه المؤامرات. ففي سنة 1721 تأسس أول محفل ماسوني في اسطنبول في الدولة العثمانية، وما كانش الأول، أسست عدة محافل أخرى واستقطب العثمانيون الأفكار الغربية. بعد عزل السلطان عبد الحميد الثاني قامت الحرب العالمية الأولى، وخلال هذه الحرب برز مصطفى كمال أتاتورك الضابط في الجيش العثماني، وبدأ إدخال أتاتورك تدريجيا في المشهد العسكري لحد ما تولى قيادة معركة جناح قلعة وتصدى لجيوش فرنسا وبريطانيا. وانتهت الحرب العالمية الأولى في سنة 1918، واحتلت الجيوش الغربية اسطنبول عاصمة الخلافة، وكانت نكبة جديدة للعالم الإسلامي. وبدأت عملية تقسيم جسد الرجل المريض بعد أن سقط القناع عن الأطماع الحقيقية لأوروبا في العالم الإسلامي، وتقاسمت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا بلاد العرب رغم وعود مسبقة ليهم بتحريرهم من الأتراك. وعلشان تكون المسرحية مؤثرة ومقبولة أعلن أتاتورك المقاومة وحارب اليونان التي تعتبر أضعف رقم في سلسلة الحلفاء علشان يزيد رصيد أتاتورك الشعبي بعد أن تراجعت اليونان عن الأراضي التي احتلتها من الدولة العثمانية. والتصق هذا النصر بكمال أتاتورك في موقعة سقارية سنة 1921. بعدها وطد الرجل الجديد علاقته مع فئات المجتمع المؤثرة، وبدأ يخطب في يوم الجمعة ويدعو ويصلي أمام الجماهير، وكان في كل جولاته ياخد زوجته لطيفة هانم وهي تلبس الحجاب، فاشتهر كرجل دين وقائد إسلامي كبير. عزل أتاتورك السلطان محمد وحيد الدين ليحل محله ابن عموه السلطان عبد المجيد اللي وقع معاهدة لوزان سنة 1340 هجرية الموافق 1923 ميلادية، وده بعد 3 أيام من توليه الخلافة، وتنازل فيها للغرب عن كل الأراضي العثمانية اللي في أيديهم باستثناء تركيا. ثم خلع بعد انتهاء وظيفته، وبدأت مرحلة جديدة حين أعلن مصطفى كمال أتاتورك نفسه رئيسا للجمهورية التركية في أواخر أكتوبر سنة 1923، مبتدئا مشواره بنفي آخر خليفة من العثمانيين. ولم تقم بعد هذا السقوط دولة خلافة في العالم الإسلامي، بل استشرت سياسة فرق تسد منذ معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور اللي أعقب سقوط الدولة العثمانية وتقسيمها. ثم تجلت أثار التغريب العميق اللي كان يستهدف أركان الفكر في هذه المنطقة لإجهاض أي فرصة عمل للخلافة، وبدأت ثورة داخلية بين الإسلام وأعدائه لم تنتهي فصولها بعد رغم الضعف اللي لحق بالمسلمين. سلام عليكم.